السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو صمدي. هاد النهار ان شاء الله نقدموا واحد الحلقة ديال أهمية وضرورة تقديم عشبة السبن أو الدريس للأرانب. أول حاجة نعرفوا بهاد العشبة، هذه هي في حقها ماشي عشبة، هي البقايا اللي كتنتج على الزرع. الزرع ملي كيحيدوا الزرع الحصاد كيبقى هاد التبن. التبن شحال من واحد ما غاديش يتوقع انه مهم للارانب. مهم للارانب، كاين اللي كيديروا على حساب الولاده، على حساب كيفرش به الارضيه، ولكن في بعض الدول يعني خصوصا في الخليج انهم كيبيعوا التبن للارانب. انا غادي نوريكم كيفاش كياكلوه وغادي نهضروا عليه ونتكلموا عليه. اذا تابعونا. اذا كما كتشوفوا معايا، هو هذا الارنب كياكل التبن يعني بواحد الشراهه. يعني نعرفوا بعدا يعني التعريف بهذا التبن. التبن هو الدريس، اسمه الدريس، وهو ما بعد الحصاد. ويمكن ايجاد التبن الاخضر وهو الافضل. يعني اللي وجد التبن الاخضر يعني هو مباشره ملي كيحيدوا منه الزرع كيكون واحد التبن اخضر، اللون ديالو اخضر، وهذا التبن هو الافضل لانه غني بالبروتينات. وكاين الاصفر هو الغالبيه اللي كيكون كيتباع، وهو هذا. انتم كما كتشوفوا اللون ديالو راه اصفر، وهو ايضا جيد، ولكن هذا الاصفر هذا غني بالالياف فقط، اي ان الحيوانات كيحسوا بالشبع فقط. يعني ممكن انهم يحسوا بالشبع فقط، ماشي بحال التبن الاخضر. والان نتحدث عن التبن الاصفر. التبن الاصفر وهو علاج فعال وسريع للاسهال. الناس اللي عاد بادين ولاقين مشاكل في الاسهال، يعني المشاكل ديال الاسهال، ممكن نعطيكم الدواء يعني السريع، ولكن سيكون المشكل. اما الا بغيتوا الوقايه من هذا الاسهال، ممكن انكم ديروا واحد جوج مرات، تبقاو تعطيو هذا التبن، تعطيوه الارانب ديالكم جوج مرات في الشهر. جوج مرات في الشهر راه كافي انه كيحمي لهم المعده ديالهم من الاسهال. بالنسبه لي انا كنعطيهم لهم جوج مرات في الاسبوع. اما اللي عنده الارنب ديالو غير صغار بحال هذا الشكل هذا، نقولوا بحال هذا الشكل هذا، هاد الصغارين، ممكن انه يعطيهم الـ يعني التبن في مره او مرتين في الشهر. هذيك كتحميهم من الاسهالات. فاذا كانت ارانبك فيها الاسهال، فيمكن اعطاء التبن الاصفر اليابس، يعني بحال هذا الشكل هذا يابس، وعدم اعطاء الماء. يعني ملي يكون عندهم الاسهال ما تعطيهمش الماء لمده 24 ساعه. يعني تعطيهم هذا التبن هذا ملي تحس بهم كرشهم بدات كتجرى، اعطيهم هذا التبن هذا وما تعطيهمش مع الماء ما تعطيهمش. صافي، هذا كونوا متاكدين انه في غضون يعني يومين ان شاء الله كيولي الحالته الطبيعيه. وبفضل التبن فقط ممكن ان يتعافى يعني الارنب خلال 24 ساعه باذن الله. والسبب في الشفاء وهو ان التبن يساعد على تجفيف الامعاء من العصارات الهضميه التي تسبب الاسهال. يعني هذا هو السبب علاش هو مفيد للارانب بالنسبه للاسهالات، لانه كيجفف هذوك الامعاء ديال الارنب من العصارات الهضميه. وانا انصح في الحقيقه انصح بتقديم التبن مرتين على الاقل، لان التبن يقوم بتعويض الالياف الغير موجوده في العلف. هذا الشيء هذا من جهه. نهضروا دابا على الثمن ديالو. الثمن ديالو هو ارخص مما تتوقع، فممكن انك تشري
واحد البالة كبيرة يعني فيها تقريبا مترو مترو واحد مترو عشرين على على نصف نصف متر والعلو ديالها مهم إحنا كنقول لها بالة والعلو ديالها ممكن يكون فيه 30 سنتيم كلها ممكن أن نشريها بعشرين درهم عشرين درهم راه ماشي غادي تخدم لك غادي تخدم لك يعني كنظن أنها تخدم لك سنين لأن ما كتعطيش بزاف للأرانب ديالك كتعطيهم غير واحد شوية. أما أنواع التبن فهي التبن الأخضر وهذا ممكن تقديمه لصغار الأرانب وذلك لأنه غني بالبروتينات. أما الأصفر فممكن تقديمه للأرانب البالغين يعني الكبار وذلك لتعويض الألياف الغير موجودة في أي علف ممكن تقديمه للأرانب فهو يقوم بالإحساس بالشبع الدائم للأرانب وهو صالح لجميع الفصول يعني ممكن أنكم تقدموه تفف في الجو البارد في الجو الحار ماشي مشكل. فبالنسبة للجو البارد فهو كيجعل الأرنب ما يبقاش يتخبط في الكاج من شدة الجوع لأنه كتعطيه الماكلة كيبقى هو ديما جيعان في الجو البارد ديما خصو يأكل أكثر. هذا التبن هذا كيخليه يحس بالشبع يعني وما يبقاش انه يتخبط في الكاج في القفص. اما بالنسبه للجو الحار حتى هو كذلك خدام علاش لانه يجعل الارانب ما كتصابش بالاحتباس الحراري والاحتباس الحراري راه كنا هضرنا عليه بزاف. الناس اللي كيخافوا من جو ديال الصيف يعني الا مشاو حتى الارانب ديالك كلاو بصفه عاديه بحالهم بحال الجو البارد كيوليو مصابين بالاحتباس الحراري ولا قدر الله كيموتوا. اذا التبن هو خدام لكلا الحالتين خدام في الجو البارد وخدام في الجو الشتاء عفوا الحار وفي نفس الوقت هو كيداوي الامعاء كيجفف الامعاء يقاد الدورة الهضمية يعني كيقادها بواحد الشكل ممتاز. إذا رخيص في الثمن الحقيقة هو جد جد فعال. إذا الحلقة ديالنا راه سالات الناس اللي ما شاركوش معنا يشاركوا معنا قناة غادية بالدعم ديالكم كنشكركم على التعاليق الطيب ديالكم وتكيو على زر جيم ما تنساوش تكيو على زر جيم باش تساندونا ونزيدوا نفيدوكم إن شاء الله بالجديد ديال الفيديوهات. وأنا كنرحب بالتعاليق الطيبة ديالكم وكنشكركم بزاف. تكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي إن شاء الله. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.